الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن القطاع الخاص العراقي استورد عام 2022 سلعا بقيمة تجاوزت 37 مليار دولار. وأوضح الخبراء أن قيمة السلع المستوردة من خلال المنافذ الرسمية والمؤشرة في الهيئة العامة للجمارك لم تزد عن 16 مليار دولار، رغم أن القطاع الخاص استورد بقيمة أكثر من 37 مليار دولار. وفي السادس من شهر آب المنصرم، كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن وجود 11 منفذاً في كردستان العراق، 6 منها معترف بها رسمياً من قبل السلطات في بغداد و5 أخرى غير رسمية، مشيرة إلى وجود خطة لربط منافذ كردستان العراق بمنافذ باقي محافظات العراق في أقرب وقت ممكن. ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي أن أسعار الدولار ارتفعت مع ارتفاع بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158,500 دينار مقابل كل 100 دولار، مضيفا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 159,500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 157,500 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث سجل سعر البيع 158,300 دينار، أما أسعار الشراء فقد سجلت 158,200 دينار مقابل كل 100 دولار. بدأ مزارع كربلاء بحصاد رز العنبر في موسم لم يكن الأفضل بسبب الخطة الزراعية التي قلصت مساحات زراعة المحصول الزراعي استجابة لقلة تدفقات المياه في نهري دجلة والفرات. وأوضح المزارعون أن الخطة التي اعتمدتها الوزارة قللت من زراعة هذا المحصول في أماكن عديدة، وهذا أضر بهم، فحجم الإنتاج قل كثيراً وبالتالي مردودهم المالي أيضاً تضاءل. ويعتبر رز العنبر العراقي من أجود أنواع الرز في العالم، وفيه عدة أنواع منها الخضراوي وياسمين والحويزاوي وما يسمى بفرات وغيرها من الأنواع، وأفضلها هو ما يزرع في المشخة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر اقتربت من 6 مليارات دولار. وأضاف أردوغان أن زيادة في حجم التجارة مستمرة خلال العام الجاري أيضاً، حيث وصل خلال الأشهر العشرة الأولى إلى 5 مليارات دولار بزيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أشار إلى أن التعاون بين البلدين سيزداد تطوراً في مجالات المعاملات التجارية والمصارف بشكل خاص بعد افتتاح فرع بنك زراعات التركي في الجزائر. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من توتر قد يصيب سوق النفط بسبب الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط. وقال بيرول إن الحرب على قطاع غزة لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن على أسعار السوق، لكن إذا كانت دولة أو أكثر من الدول المنتجة للنفط في المنطقة متورطة بشكل مباشر في الصراع فقد يشهد سوق النفط تأثرا سلبيا. والآن مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المات.
نهاية الموجز إلى اللقاء.